لو اليوم وقفت قدام الباب اللي بيودي على السما وسألوك شو عملت بحياتك تتستاهل تفوتي، شو حيكون جوابك؟ سؤال صعب. يمكن نكون مفكرين لأن نتصرف منيح، لأن قلبنا طيب، منهتم باللي حوالينا، منعامل جيراننا بطريقة حلوة، مش معقول الله يمنعنا نفوت. لا، أكيد الأعمال الصالحة مش غلط، بس الكتاب المقدس بيقلنا إنه كل الأعمال المنيحة حتى لو كانت عظيمة مش حتكون كافية كرمال توصلنا للسماء. برسالة بولس لتيتوس مكتوب: ولكن لما ظهر لطف مخلصنا الله ومحبته للناس خلصنا لا على أساس أعمال بر قمنا بها نحن، وإنما بموجب رحمته، وذلك بأن غسلنا كلياً غسل الخليقة الجديدة والتجديد الذي يجريه الروح القدس. انتبهت على تعبير الخليقة الجديدة؟ زاد التعبير استخدمه يسوع لما حكي مع رجال كريم وطيب وأخلاقه عالية اسمه نيقوديموس، كان حدا كتير منيح، وفيك تقري قصته بإنجيل يوحنا الإصحاح الثالث. قال يسوع لهالرجال: لو ما ولدت مرة تانية مش ممكن تشوف ملكوت السماء. بس كيف ممكن أولد من جديد؟ 1. تعترفي باحتياجك لعلاقة مع الرب، وهيدا بيعني قبولك إنه الرب يسوع دفع بموته حق خطاياك، وهيدا هدية ببلاش من عند الله. 2. إنك تآمني من كل قلبك إنه الله حيقبلك شو ما كنت عاملة بسبب اللي عمله يسوع المسيح من 2000 سنة على الصليب، ومش بسبب أعمالك. 3. إنك تعترفي بيسوع المسيح رب ومخلص لحياتك. الرب تنازل وفرجينا حب عظيم لما ترك يسوع يتحمل عقاب خطاياك بدالك ويدفع ثمن دخولك للسماء، لأن بحبك كتير وبده يكون بعلاقة شخصية معك. وإذا عندك أي سؤال أو بحاجة تحكي وتستفسري أكتر عن هالموضوع، تواصلي معي لساعدك.